10 معلومات تاريخية خاطئة. حصان طروادة. أسطورة حصان طروادة التاريخية بتحكي إن اليونانيين انتصروا في حرب طروادة عن طريق بناء هيكل خشبي ضخم على شكل فرس ونقله لبوابات طروادة، وإنه من شدة سذاجة أبناء طروادة نقلوا الحصان عند بوابات المدينة لاعتقادهم إنه رمز للانتصار، وبيقال إن مجموعة من اليونانيين استخبوا في هيكل الفرس وبعدين خرجوا منه وسهلوا دخول بقية الجيش للمدينة، لكن مع ذلك مفيش أي دليل تاريخي على القصة دي، وبيعتقد إنها مجرد قصة خرافية تناقلتها الأجيال على مر التاريخ، لكن ملهاش أي أساس من الصحة. الحقيقة أن حصان طروادة كان تقريبا عبارة عن اسم أحد الأسلحة، ومعظم المؤرخين بيعتقدوا أنه كان عبارة عن مدق الجدران على شكل فرس. حقيقة 300 محارب. معركة ثيرموبيلاي اللي حصلت في سنة 480 قبل الميلاد تم تخليدها كمثال البطولة والشجاعة. القصة بتقول ان الجيش اليوناني اللي كان بيتكون من 300 من المحاربين الاقوياء من مدينة سبارتا وقفوا قصاد جيش بيتكون من 2 مليون مقاتل فارسي لمدة 3 ايام. اما القصة الحقيقية فبتقول ان 300 مقاتل الاسبرتيين كانوا عبارة عن مجرد فصيل صغير من الجيش اليوناني اللي بيتكون في الاساس من حوالي 7000 مقاتل، غير ان عدد مقاتل الجيش الفارسي كان حوالي 150 ألف مقاتل. وأثناء المعركة القائد اليوناني ليونايدس فصل معظم رجاله علشان يقدروا يعملوا خطة استراتيجية جديدة، لكن حتى مع ذلك كان عدد مقاتل الجيش ما يقلش عن 1500 مقاتل. أما القصة الأسطورية فبترجع لقوة وشجاعة الجنود الإسبرتيين في المعركة ومهارتهم وتفوقهم العسكري. دعوهم يأكلون الكعك. قبل ما يتم ذبح الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت على المقصلة قالت جملتها الشهيرة دعوهم يأكلون الكعك، وكانت تقصد رعيتها اللي مش لاقيين أكل، لكن في الحقيقة إنها ما قالتش الجملة دي. الجملة دي وردت في رسالة كتبها جان جاك روسو سنة 1776، وكان بيتكلم عن حاجة خاصة بيه حصلت من 25 سنة قبل تاريخ الرسالة. روسو كتب إن إحدى الأميرات قالت نفس العبارة لكن ما كانتش ماري أنطوانيت، واللي كان عمرها 11 سنة في الوقت ده. معظم المؤرخين بيعتقدوا إن الشائعة دي انتشرت ما بين المواطنين الفرنسيين لزيادة حماسة الثورة بعد موت ماري أنطوانيت. جورج واشنطن. جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة اشتهر بالإخلاص والأمانة. القصة بتقول إنه لما كان عمره 6 سنين حطم أشجار الكرز بتاعة والده بفاس صغير، وإنه عمل كده رغم إنه كان عارف إنه هيتعاقب، والقصة دي بيقال إنها اتحكت لإثبات إن واشنطن قائد مخلص وأمين. الحقيقة هي إن القصة دي تم نشرها في الإصدار الخامس من السيرة الذاتية لواشنطن بعد وفاته، ولأن القصة دي ما تمش ذكرها إطلاقا خلال حياة واشنطن فغالبا كانت مجرد خدعة لزيادة مبيعات الكتاب. نابليون الصغير. الامبراطور الفرنسي نابليون لقب بنابليون الصغير، والمفترض ان ده بسبب كسر قامته وضآلة حجمه. الدعاية المعارضة حرفت اللقب ده واستخدمته في نشر اشاعة بتقول ان حملات نابليون المتعطشة للدماء كان بيقودها مريض بجنون العظمة. القصة دي مشهورة جدا، حتى انه لحد النهاردة بتستخدم عبارة نابليون كومبليكس كاشارة لاي شخص قصير وعدواني. لكن على الرغم من طوله اللي كان لا يتعدى 5 أقدام و6 بساط، الا ان نابليون ما كانش يعتبر أقصر شخص في فرنسا في الوقت ده. لكن في الحقيقة لقب نابليون الصغير كان بسبب جيشه الصغير، واللي كان مصنف من أضعف الجيوش في بداية الثورة الفرنسية. فان جوخ. كلنا أكيد سمعنا قصة الفنان الهولندي فان جوخ، واللي بتحكي إنه قطع ودنه باستخدام مشرط، وإن ده ظهر في لوحة من أعماله. لكن في سنة 2009 المؤرخ هانس كوفمان والمؤرخة ريتا ويلدجانز قدروا يحصلوا على وثيقة أصلية من تحقيقات الشرطة، واللي بتحكي القصة الحقيقية لفان جوخ. كوفمان وويلدجانز بيزعموا من خلال الوثيقة دي إن فان جوخ كان مهووس بأحد زملائه الفنانين وهو بول جوجن. الوثيقة دي بتقول إنه سنة 1888 جوخ وجوجن كانوا عايشين مع بعض في جنوب فرنسا، لحد ما قرر جوجن في يوم من الايام انه يمشي، وده خلى المضطرب فان جوخ يلاحق جوجن، وحصل الخناقه ما بينهم بسببها فقد فان جوخ ودنه. ولانقاذ جوجن من السجن ادعى فان جوخ في مركز الشرطه انه هو اللي قطع ودنه بنفسه. الفرس الروسي.
الحاكمة الروسية كاترين الثانية عرف عنها انها ماتت بطريقة بشعة في سنة 1796، فبيقال انه تم سحقها حتى الموت اثناء ممارستها الجنس مع فرس. مع ذلك مفيش اي دليل على ان كاترين الثانية كانت بتميل للحيوانات. الحقيقة انها اصيبت بسكتة دماغية وماتت في سريرها. اما قصة الفرس المنحرفة فبيقال ان اللي ألفها هم مناهضي النظام الملكي في روسيا بعد موت الملكة بوقت طويل. كليوباترا اليونانية. كليوباترا كانت اخر ملكات مصر، وللسبب ده فمعظم الناس فاكرين انها مصرية، لكن الملكة الفرعونية الجميلة في الحقيقة منحدرة من سلسلة ملوك مقدونيا. الجغرافي المعاصر استرابو كتب ان والدة كليوباترا كانت بتنتمي لأسرة ملكية، وانها ما كانتش عبدة او محظية زي ما ذكر في التاريخ، وان الام زي البنت من اصل يوناني. العملات المعدنية اللي كانت موجودة في الوقت ده واللي عليها صورة كليوباترا وصفتها بان ملامحها كانت قريبة من ملامح سكان حوض البحر المتوسط، وده اللي أكد أن كليوباترا يونانية الأصل. قيصارة نيرون. في سنة 64 ميلادية حصل حريق في روما استمر لمدة 6 أيام. القصة الخرافية بتقول أن نيرون وقت حدوث الحريق كان بيعزف على الكمان وبيغني، وأنه ما كانش مهتم بشعبه ولا مدي أي اهتمام لأي شيء. لكن كتابات المؤرخ تاسيتوس واللي عاش الحدث بتقول أن نيرون فتح مخازن الحبوب الموجودة في جنينة القصر بتاعه وقدم مساعدات سريعة لإخماد الحريق ومساعدة الناس. المؤرخين زي ماري جيلز مقتنعين أن القصة الأولى اللي بتقول أن نيرون كان بيعزف على كمان وقت الحريق اخترعها معارضيه واللي وصلوه في النهاية للانتحار بعد 4 سنين من حادثة الحريق. ميلاد المسيح. بيتم الاحتفال بميلاد المسيح او الكريسماس في 25 ديسمبر من كل سنة، لكن مع ذلك فالتاريخ ده مش هو التاريخ الرسمي لميلاد المسيح عند المسيحيين القدامى، وبناء على ذلك فالمؤرخين بيعتقدوا ان احتفالات المسيحيين بميلاد المسيح ابتدت بعد موت المسيح بحسب اعتقاد المسيحيين بوقت طويل. الادلة بتأكد ان التاريخ اللي بيحتفل به المسيحيين كل سنة مقتبس من اسطورة ميثرا الفارسية اللي كانت مقدسة عند احدى الطوائف الدينية الرومانية. وفقا للديانة دي فقبل ميلاد المسيح بحوالي 500 سنة اتولد ميثرا في 25 ديسمبر من أم عذراء.